السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة حنتكلم فيها عن أحمد حامد التش الذي فسخ عقده مع نادي المريخ من طرف واحد، خطوة جريئة جدا جدا أقدم عليها أحمد حامد التش، وكانت صادمة جدا بالنسبة لجمهور المريخ وصادمة جدا بالنسبة لمحبي التش بشكل أخص، وكانت مفاجأة بالنسبة للوسط الرياضي بشكل عام. نحن عارفين أنه أحمد حامد التش يا جماعة بنظام الإعارة من نادي المريخ كان في السويحلي الليبي وكمل معهم الموسم ولعب بشكل طيب وظهر بشكل متميز جدا جدا، عارفين أنه كمان اللعيبة السودانيين في التوقيت الحالي بيفضل الانتقال وأيضا بداية تجربة احترافية أو حتى مواصلة التجارب الاحترافية، وأنديتنا وبالذات المريخ حاليا بحاول بقدر الإمكان أنه يكون عنده عوائد مادية من اللعيبة اللي عندها رغبة أنها تكمل في مسيرتها الاحترافية وكمان تستفيد من فرص الاحتراف. لكن برضو عندنا نقاط مهمة جدا تخص اللاعب وتخص كمان نادي المريخ في أنه ليش أحمد حامد التش بالذات اللي حصل معه كده في أنه يصل لدرجة أنه يفسخ عقده مع النادي في التوقيت الحالي، وعارفين محبة الجمهور بالنسبة لأحمد حامد التش، وده شفناه كلنا سواء كان في الوسط الرياضي أو حتى في الشارع، والمساندة اللي بيلقاها أحمد حامد التش دائما من جمهور المريخ. قبل ما أبدأ ما تنسى أنك تدعم الفيديوهات دائما بلايكات للحلقات، وكمان لو ما مشترك انزل اشترك في القناة. أنا عايز أبدأ أول حاجة بنقطة مهمة جدا وهي إثبات حق بالنسبة للطرفين، نادي المريخ واللاعب أحمد حامد التش. من حق المريخ يا جماعة يحتفظ باللاعبين، وكمان من حق المريخ يطلب الرقم المناسب نظير أي لاعب عايز ينتقل لأي نادي تاني. الاحتفاظ مؤكد بيجي موافقة اللاعب، وممكن جدا في ملايين البنود بشكل قانوني ممكن اللاعب يفسخ عقده مع النادي بطرف واحد، ولما القضية تمشي لمحكمة كازا والفيفا في النهاية حتلقى أنه الاتحاد الدولي بينصف اللاعب لنقاط كثيرة جدا جدا قانونية الناس ممكن ترجع لها، وأنا صراحة ما متبحر في الجانب القانوني عشان أجي أفتي أو أتكلم فيه بشكل متخصص. لكن في النهاية النادي عنده حق في أنه لو احتفظ باللاعب يكون برضا اللاعب، ولو عايز يطلق سراحه بالجوانب اللي هي الجانب المالية، الجانب المالي اللي بيرضي النادي أو حتى الرقم المالي نظير انتقال أحمد حامد التش بالنسبة لنادي السويحلي الليبي أو حتى أي نادي تاني. من حق اللاعب كمان يا جماعة أنه يشوف تجربة احترافية، من حقه يواصل التجارب الاحترافية أو يواصل مسيرته الاحترافية، ويواصل كمان خلف زملائه من اللاعبين اللي طلعوا من نادي المريخ وما أكثرهم. يعني إحنا ما عايزين نتكلم عن فلان وعلان وفرتكان، عارفين كم نفر طلع من نادي المريخ في التوقيت الحالي في الانتقالات الصيفية كبيع نهائي من نادي المريخ، والمريخ ما أعتقد أنه حصلت أي مشكلة من اللعيبة اللي كانوا موجودين، لكن المشكلة جات مع أحمد حامد التش وخلته يقدم على خطوة جريئة جدا جدا ما حصلت قبل كده أعتقد من لاعب يعني سوداني بالذات في الوضع اللي احنا فيه حاليا. نحن عارفينها كانت قبل كده أعتقد من سيفتيري كحاجة مشابهة جدا، أو حتى مع اللاعب عماد الصيني كحاجات ممكن تكون مشابهة لدي، لكن كلاعب عايز يمشي يحترف برا شوية ما حصل شفناها. فليه تشعمل كده واللعيبة التانيين كلهم سهل انهم يطلعوا من النادي كده؟ نحن اثبتنا حق المريخ في انه يطلب القيمة المناسبة، شايفه هو مناسبة، عايز يصل لنقطة وسطية نقطة تفاوضية اوكي، لا عايز يحتفظ باللاعب او حتى عايز تنتقل جيب لي الرقم اللي انا دفعته فيك، ناس بتتكلم عن 600,000 دولار. اللاعب من حقه انه يواصل كمان زي ما قلت لك مسيرته الاحترافية، ومن حقه يطلب الرحيل من المريخ او حتى يبقى في نادي المريخ حتى بعد كل اللي حصل ده. رغبة اللاعب مع رغبة النادي وطلبات النادي دائما بتجي في منطقة وسطية، ده اللي يمكن اتعودناه وتعلمناه في الوسط الرياضي بشكل عام انه التوافق هو دائما بيرضي جميع الاطراف. ودي النقطة اللي انا كنت عايز ادارة المريخ تحاول تنهي الموضوع من غير اي جدل في انه يطلع للميديا وللاعلام. نحن عارفين انه قبل كده عشان نتفق في جزئيه مهمه جدا انه قبل كده اكثر من مره محمد المصطفى حاول مجلس اداره نادي المريخ الحالي انه يسلمه للجمهور، يعني يكون منك للجمهور، يا تجيب القيمه الماليه اللي انا عايزها يا انا بسلمك للجمهور. لكن وقتها محمد المصطفى اعتقد انه كان عنده خط واضح مع نادي المريخ، يعني مع انه تعاقده اعتقد كان باقي فيه 7 شهور 8 شهور، لكن برضه كان عنده، انا ما بقول انا ما داير يعني اخلط بين الورقتين، ورقه احمد حامد التش وورقه محمد المصطفى. نتكلم عن محمد المصطفى بكل الوفاء لنادي المريخ، ونتكلم عن احمد حامد التش في انه لاعب جاحد وما يوم من الايام قدم للمريخ، لا بس اخذ من المريخ واليوم جخان العيش والملح. انا اصلا ما حتكلم عن الجزئيه دي وما برضى اني اناقشها بالصيغه دي، لانه احمد حامد التش وضعه مختلف من محمد المصطفى. حتى النادي اللي عايز يشتري احمد حامد التش
السويحلي الليبي، حتى ما موجود من الانديه اللي بتشارك افريقيا، وذاك مع نادي عزام التنزاني، فريق كبير جدا جدا حتى في القوه الماليه يمكن بين الناديين والسمعه على المستوى الافريقي، وحتى مركز اللاعب ممكن يختلف كثير، وحوجه المريخ او ممكن احساس المريخ بانه فقد عدد كبير جدا من اللاعبين، وتوقيت انتقال اللاعب لانه احمد المصطفى كان اول اللاعبين اللي طلع من المريخ، فما اعتقد انه كان عليه حسره كبيره جدا، خليه يمشي لانه في ثلاثه موجودين، وغير كده انت جبت اوجو حارس المنتخب النيجيري الاول لاعب موجود مع المنتخب النيجيري، فانت ما حاسس بانه في فرق كبير جدا. لما طلع بخيط خميس وطلع غيره وطلع غيره، حتى ولو اقنعت بالقائمه او العائد المادي الكويس جدا، انت لسه حاسس بانه في لعيبه ممكن تجي زي التش او زي فلان او زي علان، الليله بقى التش اخر واحد. فانا عشان كده ما نخلط ورق محمد المصطفى مع احمد حامد التش، احمد حامد التش حاله خاصه، وايضا محمد المصطفى حاله خاصه، كل واحد حاله لوحده بتحاول تعاين لها من منظور توقيت الصفقه، منو انت، مستواك كيف، القيمه الماليه اللي دفعت فيك، النادي اللي انت ماشي عليه، كل التفاصيل دائما بتخطها قدامك وانت بتناقش المشكلة أو القضية. جمهور المريخ زعلان جدا من أنه ليتش يفسخ العقد من طرف واحد. طيب في سؤال تاني نحن المفروض نسأله نفسنا قبل نزعل من لاعب أو نفرح، هو عمل كده ليه؟ طيب هو وصل لأنه يحاول، يعني كل المحبة اللي كانت موجودة وكل التقدير اللي كان موجود وكل العشق اللي كان موجود، أنا ما بقول لك أنه ضرب عرض الحائط، لكن بقول لك ليه مثلا على أقل تقدير تفهم في البداية أنه تيش خان المريخ، هو ليه عمل كده؟ السبب اللي وصله هنا شنو؟ هل فرضا انه نادي السويحلي الليبي ما قادر يدفع القيمه الماليه؟ ممكن جدا يكون ما قادر يدفع القيمه الماليه. هل السبب في انه مثلا اداره المريخ عرضت على اللاعب انه يكون موجود او حاولت ترغمه انه يكون موجود في النادي بعيدا عن قيمه انتقال؟ على فكره احنا بنتكلم في نقاط خاصة باستنتاجات ما عندها علاقة بأي حقيقة نحن أخذناها، لأنه مجلس المريخ ما عمل بيان. أحمد حامد التش شفنا من خلاله اللي هو العقد أو حتى فسخ العقد اللي يمكن يتكلموا عنه أو حتى يتكتب وموجود في الميديا بشكل عام، لا التش طلع نفاو ولا إدارة المريخ طلعت أثبتت الكلام ده أو كانت طلباتها شنو بالنسبة للاعب ونادي السويحلي الليبي. لكن خلونا بس في الجزئيه الخاصه بانه التش ليه يعمل كده بعد كل التقدير اللي كان موجود. طيب هل ممكن يكون الشيء اللي وصل احمد حامد التش انه يعمل كده انه مثلا في كان تحدي مثلا من مجلس الاداره، مش تحدي من اللاعب، لا تحدي من مجلس الاداره، يا جماعه التش ممكن يكون تعاقب في انه يكون موجود في المريخ، تعاقبت عليه اكثر من اداره، صح؟ اكثر من 4-5 ادارات موجودات في المريخ، اول مره تكون في مشكله بالمستوى ده. طيب ممكن يكون يا جماعه عادي جدا في عضو مجلس عمل مشكله كبيره جدا، او حتى مثلا كان في طلب اكبر من رغبه التش في انه مثلا يكون موجود في النادي، انت حاسس انك فقدت لعيبه كثيرين جدا من النادي، عايز التش يكون موجود، ما تطرقت للقيمه الماليه، وبرضه بجي اثبت معاك انه برضه القيمه الماليه الدفاعه نادي السويحلي الليبي اقل بكثير، يعني مثلا ناس بتتكلم عن انه التش جدد ب 600,000 دولار، نادي السويحلي الليبي دفع 80,000 دولار للاعب عشان المريخ يتنازل عنه بشكل تام، صح الرقم ما بين ال 80 ل 600,000 دولار، اثبت معاك واتفق معاك انت محق في انك انت ما تطلق صراحه اللاعب بالرقم ده. ده لو كان الاتجاه ده هو الاتجاه الصحيح في انك انت عايز رقم اكبر، من حقك تتفاوض، لكن على اقل تقدير برضو اللاعب ما توصله لدرجه انه انك انت يعني تخليه يفسق عقده من طرف واحد عشان ينسف كل الخيوط الموجوده ما بين اللاعب والنادي. خلينا نتكلم عن انه بين اللاعب والاداره، لانه الجمهور اكيد محبته للاعب ما حتنتهي بين يوم وليله، ممكن تكون في جوانب كثيره من الحقائق تظهر لقدام، الناس حتى ولو اخذت انطباع مبدئي الليله لقدام ممكن كثير من الحقائق تجي تتكشف قدامك، وتعرف انه يوم من الايام اللاعب مثلا كان مضغوط كان غيره، لا ممكن برضو انت تواصل في انطباعك اللي كان موجود في انه اللاعب يوم من الايام اخطا في حق مجلس اداره نادي المريخ، لا اخطا في حق كيان المريخ في انه فسخ عقده بالطريقه دي بعد ما كان كل الوفاء من اللاعب بالنسبه للنادي ومن الجمهور بالنسبه للاعب عشان النادي. فدي كل النقاط دي انت ممكن تصل فيها الحقائق لقدام، لكن انا في النهايه لو فرضنا انه في نقاط تفاوضيه، لو جينا تكلمنا في الجانب بتاع القروش اللي هي النقاط التفاوضيه العاديه جدا في انه ال 80 ما بتنفع معانا، احنا عايزين 200-250,000، احنا دفعنا فوق 600 لكن على الاقل تقدر تجيب 300، دي كلها بيكون في شيء تفاوض بين النادي وايضا النادي، يعني بين المريخ ونادي السويحلي الليبي، يعني على قد تقدير انا ما بدي اللاعب شعور واحساس انه انت امشي اعمل فسخ عقد او اعمل اي خطوه ممكن تكون غير قانونيه او حتى حترد بالنسبه لي، ممكن تكون في عواقب وخيمه جدا بالنسبه للتش وبالنسبه للسويحلي في حال انه اتمم انتقاله نادي السويحلي الليبي، المريخ
عديد من الناس القانونيين يتكلموا عن المريخ عنده حق كامل انه يحتفظ باللاعب او يحتفظ بقيمه اللاعب او يحتفظ بعقد اللاعب طالما في الزام شيء قانوني ما بيحق لك انك تفسخ عقدك في الفتره دي تحديدا، لانه النشاط فيه وكل حاجه موجوده. لكن في النهايه زي ما قلت لك قبيل بس في نقطه واحده بس تخص علاقه اللاعب بالنادي، علاقه اللاعب بالجمهور، علاقه اللاعب بمجلس الاداره في التوقيت الحالي. لو في شيء تفاوضي كان موجود تخاتينه لك قدامك في الترابيزه بتتفاوضوا عليه، اللي انا اوصل اللاعب فيه انه يمشي ياخذ قرار زي ده، عادي جدا ما اقول لا تنتظر يا تش، انت انتظر لغايه ما نشوف السويحلي حيدفع كم كرقم نهائي. هل السويحلي سد الباب في انه غير الثمانين ما بزيد؟ معناه ممكن يكون ما عايز اللاعب اصل مع لعبك انت كنادي المريخ، دفعت فوق 600,000 مقيمه بالشكل الافضل، يا تش تعال كمل معانا البطوله دي الموسم ده، وإن شاء الله في المواسم القادمة إنه تكون موجود في نادي تاني يكون أكبر، أنت بس كمل معنا نهاية الموسم ده وأنا حسهل أمر خروجك من نادي المريخ. أنت محتاج توقع عقد جديد، في إمكانه يكون في عقد جديد بالنسبة للنادي في الفترة القادمة. يعني في مليون طريقة تقدر تخلي اللاعب يكون موجود في المنطقة الخاصة، منطقة الاحترام اللي هو موجود فيها، منطقة التقدير والمحبة والعشق من جانب جمهور المريخ، لأنه يكون بيكنه للاعب في أنه يكون موجود في منطقة وسطية هادية النادي ما قيمه بشكل أفضل. لا أعتقد أنه محمد المصطفى ممكن يكون أكثر حبا بالنسبة للمريخ من أحمد حامد التش. أحمد حامد التش يوم من الأيام أعتقد أنه كان قريب من الهلال ورفض أنه يكون في الهلال، فكان موجود في المريخ أكثر من مرة، حتى في ناس مرشحين لمجلس إدارة نادي الهلال يتكلموا عن أنه نحن حنجيب لكم أحمد حامد التش. اللاعب كان قريب أكثر من مرة في انه يعمل عادي جدا مساوم ويعمل غير ويمشي للنادي اللي بيدفع اكثر، لكن برضو اعتقد انه يفضل انه يكون موجود في المريخ. لكن من الواضح انه الناس وصلت لطريق مسدود، اللاعب خلاه الشيء سمعه من مجلس اداره نادي المريخ والاداره الصفقه واداره عمليه الانتقال بشكل عام، الناس ما ادارتها بشكل افضل خلت اللاعب انه يصل لطريق مسدود يخلاه يتصرف التصرف الممكن يكون غير قانوني وممكن جدا يكون قانوني. انت في النهايه التفاصيل القانونيه حتشوفها بعدين من القانونيين او نهايه هذا اللي يمكن بيحصل حاليا، هل حيتم سحب الفسخ من طرف واحد ويتم الاستماع ثاني لنادي السويحلي الليبي، هل حيرجع احمد حامد التش ثاني لنادي المريخ، هل حيتم اساسا نفي انه احمد حامد التش ما عمل اي خطاب ولا حتى عمل اي فسخ عقدي من طرف واحد، هل بيان المريخ ممكن يكون فيه تفاصيل تانية؟ يعني الموضوع ده لسه حيكون فيه كثير من التفاصيل في الفترة القادمة، لكن أتمنى أنه التفاصيل اللي حتكون موجودة يكون في مصلحة اللاعب والنادي الاثنين مع بعض. لازم يكون في منطقة وسطية، ليه؟ لأنه اللاعب في حال أنه ما استمر حتى في تجربة احترافية المريخ حيكون بيته يرجع تاني نادي المريخ. اللاعب لو أرغم أو حتى يعني حس أنه الطرق ما حطلعه من نادي المريخ أنه يكون موجود في المريخ، يرجع يكمل في المريخ وبكل محبة من غير الضغط الإعلامي والضغط الجماهيري، وكمان انك تشره كده على الخلل بالنسبه للناس. لو اللاعب مشى من النادي هو ساب ارث وتاريخ يوم من الايام كان موجود وكان وفي جدا للكيان ومشى من نادي المريخ، يعني يكون في دائما الاحترام يكون موجود بالنسبه للاعب والنادي. زي ما قلت لكم انا على المستوى الشخصي بفضل انه اللعيبه دائما تحترف سواء كان من الهلال او حتى من المريخ، الفائده لمنتخبنا الوطني دائما. اتمنى انه اداره الملف ده بالشكل الافضل وترك اللاعب يواصل بقيمه ماليه يقدر مجلس إدارة نادي المريخ أو حتى تكون مجزية بالنسبة لبقيمة مالية مجزية لنادي المريخ، يقدر من خلال إطلاق سراح اللاعب يكون الأطراف كلها مبسوطة من انتقال اللاعب والجمهور يكون راضي عن اللاعب. أول حاجة اكتبوا لي رأيكم عن النقاط اللي أنا تكلمت عنها، اكتبوا لي رأيكم حتى عن فسخ العقد من طرف واحد بعيدا عن النقاط القانونية، أنت شايفة كيف؟ هل في خبايا تانية ما عرفينها؟ مجلس الاداره كيف تعامل مع لف، كيف صد اللاعب، كيف حتى بيحاول يساهم او حتى يعرقل انتقال اللاعب، يعني النقاط دي كلها اديني لها من الجانب ده. سيبك الجانب القانوني ده خليه لوقته لانه في ناس حيفصلوا فيه بالشكل الافضل بجانب قانوني بحت اكثر من انه مجرد وجهه نظر بالنسبه لنا احنا بشكل عام سواء كان في الاعلام او حتى الجمهور الرياضي. انا دي رؤيتي، اكتبوا لي انتم اراكم اسفل هذا الفيديو، بشكركم دائما ان شاء الله دائما تهمنوا الامنين، شكرا لكم.